opinion about. What's your opinion about? آخر طريقة لأن أنا آخد آراء الناس بيها هي طريقة إن أنا عايز اللي قدامي أشوفه agree with me متفق مع رأيي or disagree with me ولا مش متفق معايا في my opinion في رأيي أنا الشخصي. تمام؟ مش بسأله عامة يقول رأيه، لا أنا زي بزنه معايا في my opinion في رأيي بتاعي أشوفه هو agree ولا disagree. فأنا ببدأ بإن أنا بقول رأيي. I think the match was exciting. أعتقد المباراة كانت كويسة، ده كده my opinion. أبدأ بقى أشوفه متفق معايا ولا لا إزاي؟ Do you agree؟ هل أنت متفق؟ I think the match was exciting. Do you agree؟ هل أنت متفق؟ آخر مرة هتقول your opinion وقبليه I think. أعتقد the match was exciting وتحط full stop باعتبار إن الجملة خلصت وتبدأ سؤالك Do you agree؟ هل أنت متفق؟ These are the four ways, أربع طرق اللي you can ask for opinions تسأل بيهم عن الآراء. بالنسبة طبعا بعد ما تسأل عن الآراء وتتكلموا في الآراء هتلاقي ناس agree with you متفقة معاك وهتلاقي ناس disagree with you مش متفقة معاك. نبدأ بالناس اللي عندهم agreement اللي موافقين معايا في الرأي. قدامي ثلاث طرق، انتوا كنتوا تاخدين واحدة في سنة أولى إعدادي وعارفينها كويس جدا. I agree with you أنا متفق معاك. اوكي دي معانا مفيش مشكلة لو انت استخدمتها. وكمان عندنا ثلاث طرق جديدة لازم تكون عارفينهم كويس ولازم يتحفظوا كويس ليها السيتويشن. اي واحدة منهم يعني مش شرط كلهم، اثنين منهم مش شرط كلهم، يعني حاول ان انت تعرف لك حاجة من الجديد ضروري جدا. أول حاجة عندنا في الأجريمنت هي That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. هو ده بالظبط اللي أنا بشعر بيه. That's exactly how I feel. مثلا انا اقول لواحد صاحبي I think the match was exciting. اعتقد المباراة كانت exciting جدا امبارح. يقول لي that's exactly how I feel. هو ده بالظبط شعوري. يعني انا متفق معك. يعني I agree with you. That's exactly how I feel. Number two is you have a point there. You have a point معناها بالمصري كده انت عندك حق. عندك حق او وجهة نظرك تمام. اسمها you have a point there. You have a point there. You have a point there. يعني انت عندك حق. آخر طريقة للأجريمنت للموافقة عندنا هي I couldn't agree with you more. مش قادر أتفق معاك أكتر من كده. يعني I totally agree. يعني أنا متفق معاك.